الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بكم في هذا البرنامج الذي نتمنى من خلاله أن نقدم لكم ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة الطيبة التي نصل بها معكم إن شاء الله إلى نمط الحياة الصحي الذي نرجوه للجميع، والذي يعني نصل به إلى الوقاية من العديد من الأمراض بإذن الله تعالى. إذن نرحب في بداية هذا الأسبوع في أول حلقة في هذا الأسبوع مع المخرج عندنا عيسى سبيل، وأيضا في التنسيق معنا نجاة السويدي. صبحت الله بالخير وأهلا وسهلا دكتورة ندى الملة، صبحت الله بالخير. صباح الورد وصباح الجمال، صباح الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع إن شاء الله نكون ندخل الأسبوع بطاقة إيجابية عشان يمر علينا الأسبوع بشكل جميل. ونذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا هي قنوات التواصل عشان طرشونا، عندكم شكر، عندكم ملاحظة، عندكم شكوى، عندكم اقتراح، احنا يهمنا وايد بعد الاقتراحات، عندكم اقتراح تحسون ممكن يفيد القطاع الصحي ويحسن أي من الخدمات المقدمة هيئة الصحة بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. طيب قنوات التواصل مثل ما قلت لكم، تواصلوا معنا عن طريق أي واحدة من طرق التواصل وإن شاء الله يكون من التواصل دائم إن شاء الله تعالى. نأخذ بداية الحلقة نأخذ يعني أبرز ما في وسائل التواصل الاجتماعي مع الأخت أسماء الجناحي معنا عبر الهاتف. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور سرور خي محمود. هلا يا أسماء، صباحك ورد. صباحكم سعادة، صباح الأحد اللي يحبه كل أحد دكتورة. نعم أجل، والله أخشي طلع إنه ما حد يحبه غيري، ما أدري ليش كل ما أقول يحبه كل أحد راح تقول ما حد يحبه. أنا أحب الأحد. ضمن أنا وأسماء، شو عندك أسماء جديد في وسائل؟ أنا أحب كل أحد. أنت تحب كل أحد؟ أنت تحب كل أحد؟ إيه. ما عدا أنتي. ما عدا الأحد اللي عدالك. تفضلي يا أسماء. نتكلم شوي عن الأشياء اللي كان في وسائل قنوات التواصل الاجتماعي خلال الويكند اللي طاف. كان دبي ماراثون، وكان عندنا مجموعة كبيرة من موظفين هيئة الصحة بدبي مشاركين في هذا الماراثون، بجانب أنه كان في عيادات وأطباء، يعني تقريبا 12 طبيب و30 ممرض كانوا موجودين بتأمين منطقة فعاليات ماراثون دبي. جميل. ايضا احنا نحب ناكد على معلومه كان في عندنا خبر في الصحف ان عن مركز الامراض الجلديه يستخدم الابر البيولوجيه لعلاج الاكزيما عند البالغين، لكن الناس خذوا العنوان وما قروا التفاصيل. نحن نحب بس ناكد ان العلاج هذا بس للبالغين اللي حاولوا بالعلاج التقليدي وما فاد معاهم. صحيح. وهذا العلاج راح يكون إن شاء الله الشهر القادم في شهر مارس. بالضبط، الناس ما قررت باقي الخبر اللي يقولون بعده مو متوفر، بيكون الشهر الجاي متوفر وفقط حالات معينة وللبالغين فقط مو للأطفال. للبالغين فوصلت. نعم. وايد يعني مثل أسئلة عن الأطفال، لكن الخبر يقولنا للبالغين الذين لم يتم السيطرة على مرضهم من خلال العلاج التقليدي. صحيح. يعني لأشخاص معينين فقط. بالضبط. غير هذا نحن كنا حاطين نصيحة إن
صح انك تحب القهوه لكن لا تبالغ في القهوه، لان كل شيء انزاد عن حده ينقلب ضده. صحيح. ونختمها برسالتنا اليوم. لتحقيق اهدافك عليك ان تتمكن من رؤيه الهدف، تؤمن بهدفك وتعمل على تحقيقه. الإيمان ورؤية الهدف هو أهم شيئين، العمل بعدين. بالضبط، صحيح يا أسماء. ودمتم صحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد، فعلا رسالة إيجابية جميلة يا أسماء. شكرا لك. شكرا يا أسماء. طيب، في عندنا دراسة تقول السمنة المفرطة ترفع خطر الإصابة بسرطان الكلى، حيث حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن زيادة الوزن والسمنة المفرطة يمكن أن ترفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بنفس النسبة التي يسببها التدخين. وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا أن السمنة تتسبب في حوالي 25% من إصابات سرطان الكلى، فيما يؤدي التدخين إلى نفس نسبة الإصابة أيضا. وتم احتساب عدد حالات الإصابة بسرطان الكلى الناتجة عن السمنة من خلال جمع إحصاءات السكان مع البيانات الطبية التي تكشف فرص تطور المرض لدى من يعانون من زيادة الوزن. ووجد الباحثون أن نحو 20,000 شخص أصيبوا بسرطان الكلى في بريطانيا خلال العقد الماضي بسبب السمنة المفرطة، التي رفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 40% خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع مستقبلا. الدكتورة جولي شارب مسؤولة معلومات السرطان في مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية قالت أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوالي 13 نوع من السرطان، بما في ذلك التي أصبحت أكثر شيوعا. وأشار الباحثون إلى أن الوزن زائد يتسبب في مقاومة الجسم للإنسولين، وبالتالي ارتفاع مستويات وانقسام الخلايا سريعا وإصابة الكلى بالسرطان. وأضافوا أن التدخين يؤدي إلى تراكم الأضرار التي تصيب الخلايا مع مرور الوقت، وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان. كذلك تتراكم الأضرار الناجمة عن الوزن زائد طوال حياة الإنسان. توهق أول مثال الحين؟ نحن قايلين من زمان هم متوهقين دكتورة. ها؟ لا، لأن السمنة كل ما لها يعني تبين مضارها على الجسم، هي وأضرار أمراض وأضرار، وأيضا يعني أمور كثيرة الواحد ممكن يكون في غنى عنها. احنا دائما نقول محمود يعني الانسان لا يغرى مثلا هو مثلا وزنه زايد وتحاليله سليمه، يقول انا صحي، انا تحاليلي سليمه، ركبتي زينه، عظامي زينين، سكري وكوليسترول، لا لازم ياخذ تدابير عشان ينزل وزنه. وان شاء الله انا معاكم عشان ما تقول دكتور هذا تنصح الناس وما تسوي، انا انصح نفسي قبلكم. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني النصيحه لي النصيحه لي ولهم يعني. انزين، لا انا ابغى تعليقك على الخبر، على الدراسه هذه دكتوره، لان اعتقد يعني اول دراسه من نوعها تربط ما بين السمنه والسرطان. انا يعني اول مره اشوف هالدراسه ان تربط السمنه بالسرطان، يعني دائما السمنه مرتبطه بشيء اخر. يعني مو بدراسه من عندنا، لا، هذا مركز الابحاث السرطان في بريطانيا هم اللي عملوا هاي المؤسسه، هي اللي عملت هذه الدراسه. بالضبط. وتشوفوا طريقه ارتباط السمنه بزياده حالات السرطان عن طريق مقاومة الإنسولين. الإنسولين طبعا المادة اللي يفرزها الجسم طبيعيا عن طريق البنكرياس، وهالمادة جدا جدا مهمة في تنظيم السكر في الجسم، في تنظيم تقسيم الخلايا وغيرها. فالإنسولين محمود، حتى تدري أن الإنسولين واحدة من التحاليل اللي يخفل عنها كثير من الأطباء أن يطلبونها لمرضاهم، مع أن الإنسولين مقاومة الإنسولين يعني الجسم ما يقدر يستعمل الإنسولين واحد في كثير من الأمراض، حتى تأخر الحمل واحد من الأسباب مالته ارتفاع الإنسولين. فهو مادة جدا مهمة نسوي لها تحليل لما يجينا مريض بأي من الأعراض. نحن دائما حتى في فعالياتنا لما نتوجه للجمهور إذا كانت أي فعالية موجودة دكتورة، يعني نحاول قدر الإمكان ننشئ بعض منصات الفحص المجاني للجمهور، في منها فحص الضغط والسمنه يعني النصائح التغذويه، وايضا ايضا السكر والكوليسترول من خلال هذه الفحوصات. فهي عمليه مهمه جدا انك انت تقيس هذه النسب. ليش؟ لان بتقي نفسك من كثير من الامراض، ويمكن سبحان الله يعني تتدارك بعض الامراض اللي قد تصبح مزمنه اكيد بالنسبه لك. عموما ما اطلع فاصل دكتوره، بعد الفاصل عندنا موضوع الكشف المبكر للسرطان عند النساء. بيكون معنا الدكتور مازن الشرايري، اخصائي طب الاسره واخصائي امراض النساء والولاده بمركز البرشة الصحي والظاهر في واسطه، عشان تي نحن يابينا. فلا سولف، فاصل وراجعين. صحه وسعاده
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. ضمن جهودها المستمرة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، حرصت هيئة الصحة بدبي على توفير كافة الخدمات التشخيصية للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة لتحقيق الشفاء التام منها ولتفادي المضاعفات السلبية. اليوم يسرنا أن نستضيف الدكتور مازن الشرايري أخصائي طب الأسرة والأمراض النسائية بمركز البرشة الصحي للحديث عن الخدمات الوقائية التي توفرها هيئة الصحة بدبي لتفادي الأمراض بما فيها الأورام اللي تصيب النساء. صباحك ورد دكتور مازن. صباح الخير. أسعد الله صباحك دكتور. دكتور يعني ما نتحدث في البداية عن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، أين يمكن إجراء هذا الفحص وكيف يمكن الحصول عليه؟ أول شيء بحب أصبح على جميع مستمعين إذاعة نور دبي، صبحهم الخير وإن شاء الله دائما يكونوا بالصحة والعافية. حقيقة بالنسبة كيف نكتشف أو بالنسبة عن موضوع سرطان عنق الرحم، هو من الأمراض الشائعة والسرطانات الشائعة عند النساء، ولكن والحمد لله منذ 30 سنة مضت بدأ هذا السرطان يتراجع بفضل إجراء بسيط جدا، وهو إجراء مسحة عنق الرحم الذي نقوم بإجراءها بشكل وقائي وتقدمها هيئة الصحة في دبي في جميع المراكز الفاميلي ميديسن أو طب الأسرة، حيث يقوم طبيب الفاميلي ميديسن أو طبيبة الفاميلي ميديسن بإجراء هذا الإجراء البسيط جدا والذي يستغرق فقط 10 دقائق إجراءه، حيث ننصح جميع أخواتنا الستات أن يقوموا بهذا الإجراء بشكل دوري وخلال يعني كل سنتين، ودائما نبدأ من بعد سن 21 عام عفوا نبدأ في إجراء هذا المسحة البسيطة جدا، وهي مسحة خلوية نأخذها من عنق الرحم في اليوم السادس إلى اليوم العاشر من انتهاء الدورة، حيث تحضر الست إلى عياداتنا وتقوم طبيبة الأسرة وأطباء النسائية بإجراء هذا الفحص بأخذ مسحة من عنق الرحم. ممتاز. شو الفئة العمرية المفروض تسوي التحليل دكتور مازن؟ والله دكتور احنا يعني ننصح دائما أنه نبدأ من سن 21، يعني بمعنى عندما تتزوج الأنثى أو إذا كانت هي تزوجت في سن مبكر، يعني من 17 إذا كانت هي متزوجة، دائما هو السن المثالي من سن 21 إلى غاية 65 سنة. لغاية 65 سنة. بالنسبة لما يسوون الفحص لما كثير من السادة سهل، هل هو مؤلم؟ لا طبعا هو إجراء بسيط جدا سهل، تحضيره بسيط 5 دقائق بالدوم، ما في أي ألم نهائيا، عبارة عن أنه ناخذ وسط فرشاي مسحة من داخل عنق الرحم، إجراء بسيط جدا ولا يعني الأخت الفاضلة ولا بتحس بأي شيء فيه نهائيا. وننصحه بأن نقوم به كل سنتين مرة واحدة. كل سنتين مرة. نعم. زين دكتور أنا أتذكر هذا جهاز الماموغرام اللي متوفر في أظن مركز البرشة ومركز ند الحمر وزعبيل. نعم. هذا الجهاز دكتور لفحص سرطانات الثدي. نعم هذا الجهاز هو موجود للكشف المبكر عن سرطانات الثدي، وعادة ننصح به الستات بإجراءه بعد سن 40 كمسح يعني وليس للتشخيص. نعم. يعني مسح بنعمل لها قاعدة بيانات على سن 40 من ندعوها للست انها تجينا كمان نفس الشيء في اليوم السادس الى اليوم العاشر من الدورة، بتيجي عنا على المركز اجراء بسيط جدا يستغرق 15 دقيقة غير مؤلم مطلقا، والهدف هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. جميل. فيني سؤال خارج الموضوع دكتور صحيح. يقول السلام عليكم، اريد الاستفسار عن معادلة مزاولة المهنة، من لديه مزاولة المهنة من الـ MOH يعني وزارة الصحة هل يستطيع ان يعادلها بمزاولة DHA للتمريض؟ انا اعتقد انه كان في من سنتين هنالك اتفاقية بمعادلة جميع الرخص الطبية في دولة الإمارات، الآن عشان تتأكد من هذه المعلومة بالنسبة للتمريض ما أدري، ولكن عشان تتأكد ممكن تتصل في وزارة الصحة بشكل مباشر أو حتى من خلال DHA_Dubai وهم بيتواصلون مع الإخوان المعنيين في التنظيم الصحي للإجابة على هذا السؤال. سؤال الدكتور، كثرة صبغات الشعر وسرطان الثدي شيء علاقة بينهم دكتور؟ يعني لغاية الآن لا ما في شيء علمي ثابت عن هذا الموضوع،
ابدا. موضوع سرطان الثدي مختلف وله علاقه، قد يكون صبغات الثدي لها علاقه بتحسس الجلدي في فروه الراس، انما لا هي لا تحدث سرطان. في بداية الحلقة دكتور كان يتكلم عن السمنة وعلاقتها بسرطان الكلى، يعني زي فيه هنا تعليق يقول السرطان يعشق السكر عشان مقاومة الأنسولين. نعم نعم، مقاومة الأنسولين حقيقة هو بالنسبة للسرطان عنق الرحم كمان وسرطان الثدي هناك اتهامات للسمنة. يعني احنا بنلاحظ انه في الإصابة في سرطان عنق الرحم او سرطان الثدي من العوامل المؤهبة هي السمنة والتدخين كمان، لذلك لا نزال يعني زي ما تفضلت الدكتور ندى انه احنا لازم نكافح السمنه لانها بالفعل يعني عم تقودنا الى اكتشاف انها الى علاقات كثيره حتى في مجال السرطانات. صحيح. دكتور ماطل، شو دور الوراثه في الاصابه بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي؟ سرطان عنق الرحم ما له علاقه في الوراثه نهائيا، انما سرطان الثدي نعم هناك جين معين نلاحظه عند بعض العائلات، فالجانب الوراثي في سرطان الثدي هو جانب مهم جدا، لكن بالنسبه لسرطان عنق الرحم لغايه الان لم يتم اتهام اي جانب عائلي. طيب هنا انا ابغي اسال، ما دام انت سالتي شو علاقه الوراثه، طيب قلت لي سرطان عنق الرحم دكتور ما له علاقه بالوراثه. نعم. لا علاقه بايش عير؟ اوكي، هلا سرطان عنق الرحم له علاقه بعده شغلات زي ما حكينا قبل شوي، السمنه الها والتدخين له، لكن حقيقه من اهم اسباب سرطان عنق الرحم الاصابه بالفيروس اللي هو بسموه ال HPV او باللغه العربيه الورم التالولي. هذا هو عباره عن فيروس يستوطن في عنق الرحم، ولذلك احنا بنشجع انه نعمل المسحه اللي هي سموها باب سمير او المسحه الخلويه لعنق الرحم. هذه تكشف ان وجود هذا الفيروس، وهناك انواع عديده من هذا الفيروس، لكن في عندنا فيروس من النوع 16 و18 هذا يؤدي الى سرطان عنق الرحم، فاحنا بنكتشفه بالمسحه عنق الرحم. لذلك احنا بنوصي انه من سن ال30 احنا قلنا انه من 21 ل29 سنة بنعمل بس باب السمير، لكن الدراسات الحديثة بتوصينا على انه نعمل من سن ال30 ل65 مسحة عنق الرحم بالاضافة عن الكشف عن الفيروس اللي حكينا عنه. دكتور طبعا اهميه الكشف المبكر اتوقع لان الفيروس ما له اعراض. نعم. يعني المراه تكون حامل الفيروس وما تعرف اصلا هي حامل الفيروس. نعم. فالكشف المبكر هو اللي يبين هل عندها الفيروس او ما يكون عندها الفيروس. بالتاكيد الكشف هو ببيننا، لانه هذا الفيروس احيانا موجود بشكل طبيعي ويقوم جهاز المناعه بالتغلب عليه بدون ما نحس باي ست باي شيء، حتى هو موجود عند الذكر وموجود عند الانثى. لذلك اجراء مسحه العنق الرحم تؤدي الى الكشف عن هذه الاورام الفيروسيه. ممتاز. نرجع دكتور لسرطان سرطان الثدي. طبعا احنا نلاحظ النساء معظمهم يركزون على سرطان الثدي، والنساء يكون عندها كثير من المخاوف، يعني اي حكه في صدرها قالت اكيد عندي سرطان، اي الم بسيط او ورمه بسيطه تتوقع انها سرطان، وفي المقابل تلاقي نساء وايدات يكون عندهم كثير من الاعراض وتهملها وتقول هذا عادي هذا طبيعي، او تخاف من الكشف إن تصير تكشف يقولنا في سرطان في الثدي. فشو الأعراض الشائعة لسرطان الثدي لازم المرأة مثل يعني يدق عندها ناقوس الخطر لازم تصير عند الطبيب؟ بالتأكيد، يعني أي تغيرات بشكل الثدي، يعني بالجلد تبع الثدي، يعني احيانا بيكون في ما يسمى زي قشره البرتقال، يعني الثدي من عند الحلمه بيكون شكله باتجاه الثدي زي قشره البرتقال بالضبط، طبعا هي علامه من علامات سرطان الثدي، وهي علامه متاخره جدا للاسف. كمان اكتشاف كتله في الثدي اثناء الفحص الذاتي اللي بتكون فيه الست، او انكشفت بطريقه الصدفه نعمل لها التراساوند او عملها تصوير الماموجرام. لذلك هو للأسف في البداية أنه سرطان الثدي ما في عنده أعراض تحس فيها الست، هو يكتشف بالصدفة إما عن طريق مسحة إجراء عفواً الماموجرام، أو أن الفحص الذاتي، أو أنه طبيب يكشف كتلة بالصدفة. جميل دكتور، يعني أبغي أسأل عن أكثر الأمراض النسائية المنتشرة عندنا في دولة الإمارات، شو هي أكثر الأمراض النسائية؟ هلأ إحنا إذا بدنا نفرق بين الأمراض النسائية وبين السرطانات النسائية. زين. بالنسبة للأمراض النسائية هي السرطانات، خلينا نحكي عن السرطان. أوكي، هو سرطان حقيقة عنق الرحم يعتبر السرطان الثاني بعد الثدي.
وزي ما حكينا انه هو في البدايه يعني كشفه مو سهل الا بواسطه هذه المسحه اللي احنا بنشجع دائما الستات انه يجوا يعملوا هذا الفحص واللي هو فحص مجاني وغير مؤلم. هذا الصحيح في كل دول العالم يعني اجبار الست تعمله. لذلك احنا الحمد لله هون في دوله الامارات كلياتنا مؤمنين والفحص سهل وبنعمل بسهوله والنتيجه بتطلع خلال اسبوع. واذا في شيء لا سمح الله اي تغيرات نسيجيه او التهابيه في نتيجه المسحه هناك دورنا كاطباء بالفيلم ميديسن واطباء نسائيه نقوم بالمعالجه. فلذلك يعني شيء مشجع ان الست تعمل ما دام كل شيء موجود، الفحص موجود، تسهيلات موجودة، النتائج والعلاج موجود، فلذلك ليش احنا ليش ما نعمله؟ فحص مش مؤلم جدا. ممتاز. دكتور رمازن، في حملات توعوية تقومون فيها للتوعية بأهمية الكشف المبكر؟ بالتأكيد بالتأكيد، هيئة الصحة في دبي ما شاء الله يعني مش مقصر في هذا الاتجاه، تقوم بحملات عبر الصحف، التلفزيون، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، بنعمل حملات في المراكز، بنعطي محاضرات تثقيفية للأهالي. فيعني بهذا الاتجاه أكيد في تسهيلات جدا نعملها لأخواتنا الستات على أنهم يجوا يعملوا هذا الفحص، وفي المجال التثقيفي في كل مكان حتى في وسائل الميديا، الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب. حقيقة يعني اليوم العالم صغير، كل شيء انت بتكتشفه من خلال الميديا. جميل دكتور، يعني قبل أن أختم معك هذا اللقاء الجميل، في كلمة تبغي توجهها لخواتنا الحريم، للنساء، للحفاظ على صحتهم؟ طبعا طبعا، الست أغلى إشي، أغلى وصانا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في أغلى من النساء عندنا؟ ما في، هي حقيقة نصف المجتمع والله. فلذلك صحتهم مهمة جدا جدا علينا، لأنها هي الأم وهي الأخت وهي كل إشي حقيقة. يعني إحنا علينا دائما أنه نشجعهم للستات أنه يجوا، لأنه إحنا حقيقة يعني من كل قلبنا منخاف عليهم، وإحنا كأطباء بدنا إياهم دائما يكونوا كويسين ودائما يكونوا بصحة وعافية وسلامة، وإحنا كمستشارين المستشار مؤتمن. لذلك علينا دائما أن نقول للستات تعالوا نكتشف إذا لا سمح الله في إشي، تعالوا تظلكوا عائلة سعيدة، دائما تكونوا أنتم بصحة وعافية، الأم عماد البيت، عماد المجتمع. صحيح، أغلى شيء لازم نحافظ عليك. تعالي تعالي نكشف عن سرطان الثدي، تعالي نكشف عن سرطان عنق الرحم، تعالي نقعد معاكي ونشوفك، والصحة والعافية والسلامة لكل خواتنا في الوطن العربي والإمارات في كل مكان. جميل، شكرا لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. لا وظفوك يا دكتور ما. شكرا يا غالية، وشكرا لإذاعة نور دبي اللي أتحت إلي هذه الفرصة الجميلة إني ألتقي بال، وإن شاء الله إذا في مجال في عنا مواضيع كثير في النسائية إن شاء الله نتحدث عليها. جميل. وبالصحة والسلامة للجميع. توجد حملات توعوية في أمريكا تنصح الأمهات بالرضاعة الطبيعية للتخفيف من سرطان الثدي، ما تعليقك؟ شو تعليقك؟ موجودة الحملات اللي تشجع الرضاعة الطبيعية كوحدة من العوامل اللي تساعد. وفي عندنا عيادات الرضاعة الطبيعية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كل شيء موجود. انزين بلاش شيء، انبهرت بكلام دكتور مازن انه يقول مرأة عماد البيت. تعطينا ترقية الحين ولا؟ لا بيدي اعطيك احد. يعني النساء اللي سمعونا كلهم يعني اكيد مشجعات لك يا دكتور مازن. والله شوية يحسس بتضربيني يعني بعد شوية. اقول شوية يحسس. لا اقول له يعني هي يعني اقول اسمع الكلام الجميل شو يقول دكتور مازن. يعني هذا يعني اوكي ولا بوكس كان؟ هذا اوكي يعني. اوكي 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 شكرا. عموما نحن بنطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع جميل، حيث ان اطباء مستشفى راشد نجحوا في اعادة يد مبتورة بالكامل لمريض في العشرين من عمره. بيكون معانا الدكتور خالد العوضي استشاري جراحة اليد والتجميل والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى راشد. شو موضوع هذا المريض؟ شو القصة مالته؟ بنتعرف عليها بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. رجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا عارفين محمد كان فضي يبتدي عقب الفاصل، وفجأة من طلعنا على الهواء يقولي انتي بس عادي. ليش نحن اتفقنا انا ابتدي؟ انت تعرفين واحدكم مستعد شي يشمر عن ذراعيه كذي ويعدل نظارته ويستعد انه يدخل الحرب على الهواء. المهم اذكركم بارقام التواصل. الله يسامحك الله يسامحك.
حرب مره واحده دكتور يعني خضم الهواء يعني خضم الهواء على 6600551414 ورسائل نصيحه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب قبل الفاصل كنا نتحدث عن احد الانجازات الجميله التي تحققت حقيقه في مستشفى راشد، حيث تمكن اطباء مستشفى راشد من اعاده يد بترت بالكامل من منطقة الرزق أو المعصم في عملية بالغة التعقيد، لكنها تكللت بالنجاح التام بفضل الله تعالى وأيضا بفضل الكفاءات الطبية والأجهزة والتقنيات المتطورة في مستشفى راشد. معنا في الاستوديو دكتور خالد العوضي استشاري جراحة اليد والتجميل والجراحات الميكروسكوبية في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور. الله يصبحكم بالخير، هلا وسهلا. أول شيء دكتور خبرنا شو القصة، كيف الحادث صار وكيف وصل لكم المريض، نبغي تفاصيل يعني الحادثة. الحالة صارت تقريبا على الفير في حدود الساعة 4 صباحا. المريض كان عنده إصابة حادة في معصم الإيد على مستوى مفصل الرزق وصار بتر كامل في المفصل. المريض تحول أولا على مستشفى ثاني قريب من المكان اللي هو صارت عند الإصابة، لكن مع الأسف الإمكانيات ما كانت متوفرة، لأن هذه من العمليات الدقيقة اللي ما تتعمل إلا في أماكن معينة. صحيح. فتحول المريض على طول، لأن الجماعة عارفين أن مستشفى راشد هو المركز الوحيد اللي يوفر هالعمليات، حولوه على طول عندنا. وصل تقريبا على حدود الساعة 7 صباحا عندنا، تقريبا 3 ساعات من الإصابة. أول ما شفنا المريض حولناه على طول على غرفة العمليات. احنا طبعا طبيبين كنا مناوبين في هاليوم، كان يوم السبت صباحا. الطبيب الأخصائي دكتور باسم أخذ الإيد المبتورة للعمليات، غسلها وكلها، ولحد ما احنا جبنا المريض وخدرناه اشتغلنا مع بعض، وأخذت العملية تقريبا 12 ساعة لحد ما قدرنا نوصل الإيد وكل الأنسجة المقطوعة لوضعها الطبيعي ولمكانها الطبيعي. طبعا هي العملية كتفاصيل عملية ما تعتبر عملية معقدة لهالدرجة، لكن التعقيد فيها انك انت توصل الجزء المبتور في المكان المصاب. صحيح. في الوقت الصح، لان معروف ان اي جزء مبتور او مقطوع لو ما وصل للدم في الفترة الصحيحة يبدأ يموت. فدكتور هم فترة 3 ساعات اللي مرت من الإصابة ليه وصل ما أثر على ممكن تقول جودة العضو نفسه؟ نعم، احنا عندنا الجزء المبتور لازم يرجع لمكان الصحيح أو الدم يوصل له خلال أقصى شيء 6 ساعات. من الساعة 4 تبدأ أن تغيرات الفسيولوجية تحصل ويبدأ الأنسجة تبدأ بالضمور. احنا لما دخلنا المريض العمليات استطعنا أول شيء إن بعد ما نغسل الجرح إن نوصل الشريان الرئيسي بحيث إن الدم يوصل للإيد 4 ساعات من الإصابة. ممتاز ممتاز. طيب أنا يعني دكتور اللي أعرفه في أعصاب، في شعيرات دموية، في أوردة، في كذا، ها كل في أنسجة وايدة. إيه. يعني الإيد نفسها فيها 27 عظمة، كل عظم يباله وتر يالس حركة. فإحنا حسبنا الأنسجة المقطوعة كاملة عندنا 23 وتر من الأوتار القابضة والباسطة خيطناها في 3 أعصاب رئيسية خيطناها. العظم ثبتناه، الشرايين في كل إيد شريانين رئيسيين والتفرعات مالتها، احنا خيطنا الشريانين الرئيسيين مع التفرع ماله، فثلاث شرايين خيطناه. طبعا كل عضو لما يجي للدم لازم الدم يرجع من العضو هذا. صحيح. فالأوردة بعد لازم نخيطه، وكل ما احنا نخيط أوردة أكثر كل ما النتيجة تكون أفضل. فإحنا بالضبط. أخذنا وقتنا وخيطنا معظم الأوردة اللي شفناها مقطوعة وخيطناها تقريبا 5 أوردة. ممتاز. بعد ما تم خياطة يعني وصل اليد مرة نعم. أخرى كم بالمية من نسبة وظائف اليد بتتم موجودة؟ شيء يوم تقول لك بعد خياطة تحس بيخيطون فستان أو شيء ها؟ نعم، هو طبعا معروف أن هالأشياء يأخذ لها فترة من النقاهة والعلاج الطبيعي فترة طويلة، لكن المريض سبحان الله أسبوعين بعد العملية بدأ يحرك أصابعه. لا، وإحنا لما خذينا وقتنا في ترميم الأوتار خيطناها بطريقة بحيث أنها ممكن أنها تتحرك بسرعة، أن ما ننطر لحد ما تلتئم. طبعا الفترة اللي ياخذها لحد ما الوتر يلتئم تقريبا 5 أسابيع. احنا لو انطرنا 5 أسابيع قلنا نحط الايد في الجبس لحد ما يلتئم وبعدين نبدأ نحرك، بتكون التصاقات صارت في الايد وفترة العلاج بتطول اكثر. احنا لا، احنا خيطناه بحيث ان خلال 3 أو 4 يوم بدأنا نحرك الايد شوي شوي، وعلى اسبوعين كان العلاج الطبيعي بدأ معه.
ممتاز. والحين ايديه اوكي؟ الحين على حرك ايده طبعا في فترة النقاهة والعلاج الطبيعي، وان شاء الله الامور بتتحسن، واحنا متوقعين ان يعني ما في شيء مثل خلقة الله سبحانه وتعالى، لكن بالضبط. متوقعين 98% من الوظيفة ترجع الحمد لله بعد بالضبط. يعني واحد يديه مقطوع والايد اليمنى بعد يعني اللي يعتمد عليه بشكل بالضبط. بشكل اساسي نعم. ما بعد العملية الحين طبعا الجزء الاصعب كان خلال العملية، بعد العملية شو الارشادات المفروض يتبعها المريض بما انه يعني عنده ايد مزروعه يعني او العلاج الطبيعي؟ يعني ما احنا نقول لهم دائما العلاج الطبيعي انتم تتعلمون وتسوونه مع الاخصائي، لكن في البيت وفي اوقات ما بين الجلسات العلاج تمارسون نفس التمارين. المريض مفروض يمتنع عن التدخين خلال هالفتره، المفروض انه يحافظ على الجرح، انه ما يلع عليه وساخه، وعلى جلسات العلاج والمتابعه عنه. طيب دكتور قبل يعني نسمع مثل هذه العمليات برا في الدول المتقدمه، اذا قلنا عن شو اسمه بالمعيار اللي يقيسون في الدول المتقدمه طبيا، يعني ما كنا نتوقع ان في مثل هذه العمليات انه ممكن يرجعوا لك جزء مقطوع من جسمك سواء ريدك ولا يديك ولا يعني وايد امور. هذا هنا ابغي اتحدث عن الامكانيات اللي تتواجد عندنا من كفاءات طبيه، من اجهزه، من يعني الامور تدعم مثل هذه سبل العلاج هذه. نعم يعني اكثر شيء نقول مهم في هالمجال اللي هو العامل البشري. فالحمد لله الدوله والمستشفى وفروا الامكانيات ان احنا نكبر القسم بحيث ان نوفر الخدمات على مدار الساعه طوال ايام السنه. احنا يعني في هاليوم اللي احنا سوينا العمليه فيها، بعد قبلها بيومين سوينا عمليه ثانيه بتر اصبع، بعدها باربع ايام سوينا عمليه ثالثه بتر اصبع، يوم الخميس اللي طاف جتنا حالتين والدكاترة كانوا موجودين. احنا صرنا الحين 8 دكاترة في القسم نوفر الخدمات هذه على مدار الساعة ما شاء الله، كلهم متخصصين في هالمجال. ولان يعني هذه احتياجات ضرورية دكتور. نعم احتياجات ضرورية ان الواحد، لان خلاص انت مدينة عالمية تسعى الى استقطاب العديد من المشاريع العالمية والعديد من الامور اللي في المستقبل دكتورة، فبطبيعة الحال هناك بتكون حوادث موجودة بالضبط. اكيد انزين، فوجود مثل هذه الكفاءات البشرية وهذه الكوادر يعني البشرية من أطباء مثلكم دكتور يعني يساهم بشكل كبير في تطوير العملية العلاجية، مو بس العمليات أنك أنت سويت العملية، هنالك بعد مهام أخرى تقومون فيها في عملية تطوير الكوادر البشرية الأخرى من خلال الخبرات اللي تواجدت عندكم. فيقولوا ما شاء الله عليك دكتور خالد الله يوفقكم، الحمد لله شيء نفتخر فيه هذه كل الرسائل اللي جتها. دكتور خالد أنت ذكرت أن هاي ما تعتبر عملية جدا معقدة، فمعنى أن في عمليات أكثر تعقيدا مرت عليكم في القسم، تعطينا هو تدرين ليش يقول ما والله. لا والله ما بالنتي، لأنه هو مرت علي أشياء أكبر أصعب. من تي عطنا بعض الحالات المعقدة فعلا والصعبة اللي مرت عليكم. يعني في عمليات كثيرة احنا نعملها تكون الأنسجة متهتكة تهتك شديد، بحيث ان الواحد يضطر انه يقصر العظم ويقصر الأنسجة بحيث انه يقدر يربط الإيد. يعني عمليات بتور الأصابع لما تكون أكثر من أصبع أعقد من عمليات مفصل الرسخ. احنا سوينا قبل سنة تقريبا حالة كان المريض عنده بتر كامل في الساعد، أخذت العملية 5 ساعات فقط لأن الأنسجة كبيرة وواضحة. كل ما نحن نبتعد عن يعني الطرف العلوي لنهايات الأطراف دائما تكون العمليات أكثر تعقيدا وتحتاج أنك تستعمل مايكروسكوب، خيوط دقيقة جدا، أرفع تكون من حتى الشعرة نفسها بحيث لو تخلي الخيط تهده بإيدك بدل ما يطير في الهواء. بالضبط. أنا عندي سؤال لك دكتورة، عملية خياطة فستان كم تأخذ، كم وقت؟ قولي لي. لا جد أتكلم. خياطة فستان والله على حسب ضمير الخياط، في خياط في يوم وفي خياط شعر. زين تخيلي يوم وشعر عشان فستان دكتور مميز. كم سويتوا العملية هذه في كم ساعة؟ خذت منه 12 ساعة. 12 ساعة أورد وشرايين وكذا، وهذاك يقص عليكم فستان شهر كامل يسوي. شفتوا محمود شفت هذا الخياط قصوا علينا. دكتور خالد بس أنا شو أهم الأسباب اللي يعني أنتوا توصلكم البتر في الأطراف الأصابع، أكثر الأسباب اللي تؤدي لوصول مثل الإصابات للمستشفى؟ نعم أكثر شيء تكون بسبب حوادث سيارات وإصابات عمل، هذا أكثر شيء تكون إصابات العمل. دكتور هني في سؤال يقول هل توجد عملية لإزالة ورم في أطراف الأصابع نتيجة خشونة المفصل ويشوه أطراف الأصابع
وهل تؤثر على حركة الأصابع يوم سيف تسأل؟ نعم الحين هي قصدها بالورم انتفاخ أعتقد وبسبب الخشونة، ومع الخشونة تصير أن نتوءات عظمية تظهر في الأطراف العظم عند المفصل تسبب نوع من الانتفاخ. نعم احنا ممكن نزيل النتوءات العظمية بحيث أن نخفف من الورم هذا ونبدأ نساعد يعني نحسن من وظيفة المفصل، يا عن طريق حقن الكورتيزون أو البلازما، أو لو المفصل كامل تالف نسوي مفصل صناعي. دكتور خالد أنت ذكرت طبعا معظم الحوادث هاي تسوي في أماكن العمل مثل منشآت أماكن نعم. أماكن تحت الإنشاء، فهل في توعية للعمال اللي يشتغلون هناك في حال حدوث مثل الإصابات البتر وغيرها شو المفروض يتصرفون؟ هني أنا أبغي يعني أعلق على هذا الموضوع دكتورة، لأن نحن عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة اللهم لك الحمد اهتمام كبير بسلامة العمال صحيح. ويتم عملية التفتيش ومخالفة أي منشأة تقوم ب أنا ما أتكلم يعني مو بس إجراءات السلامة، يعني الحادث ممكن يصير لنا في كل في نحن هنا قاعدين في الإذاعة ممكن يصير حادث لا قدر الله، كل إنسان معرض للحوادث، ولكن الدولة توفر جميع المتطلبات الخاصة بسلامة العمال، هذه من ناحية السلامة، أيضا حقوقهم المعنوية كذلك بالضبط. عملية أن رواتبهم تطلع في نفس الوقت، أن يتم ضمان حقوق العامل من مأكل من مشرب من كذا على حسب العقد اللي يتم وضعه ما بين العامل والكفيل. ولكن دكتور خلني أنا يعني هذه الأسئلة بعممها شوية أكثر بالنسبة للحوادث التي تحصل دائما، يعني لا قدر الله واحد صادف حادث قدامه، المريض في حالة خطرة، شو الإجراءات اللي لازم يسويها خاصة إذا كانت يديه مبتورة يعني نعم. أو صبعة منقص أو شيء مستوي. نعم أهم شيء سلامة الفرد نفسه، يعني الواحد ما يروح ويحاول ينقذه يشوف أن البيئة اللي حواليه مو سليمة، فأول لازم يطمن من البيئة اللي حواليه أن تكون سليمة، أنه ما هو يضحي بنفسه أو يسبب إصابة لنفسه. ثاني شيء لو كانت البيئة غير سليمة وممكن ينقذ المريض يحاول يبعد عن هالبيئة بحيث أن تكون في بيئة أكثر أمانا. مهم جدا ان الحياة قبل العضو، يعني life before limb مثل ما نقول، فمهم جدا انه يحاول انه يوقف الدم من الجزء المبتور، انه ما يخلي المريض ينزف، فعن طريق انه يحط غيار ورباط ضاغط على المكان اللي يالس ينزف منه بحيث انه يوقف الدم. اذا صبعه طايح بعد يشيله وياه دكتور ويشيل الصبع معاه. لا لا يشيل كل شيء لازم نعم. لازم يشيل، يعني كان قبل فكره قديما بعض المرضى كان يجون كان اطرافهم مبتوره، كان عندنا فكره انه لو انفصل العضو خلاص لازم يعني يتركونه في مكان الحادث ويروحون المستشفى. ليش؟ انه ما في انه المفروض ما يتوصل مره ثانيه او ان العضو يموت، كان عندهم الفكره الخاطئه عند بعض المرضى هالفكره. في دراسات ظهرت وأثبتت أن حتى العضو المبتور بعد 24 ساعة ممكن ترجع، طبعا لو كان العضو المبتور تم الحفاظ عليه بطريقة سليمة في بيئة باردة بحيث أن ما التغيرات الفسيولوجية ما بدأت عنده. ممتاز، ممكن نسوي هالشيء. طيب يقولوا ممكن عنوان الدكتور موجود في مستشفى راشد. تخبرنا عن القسم دكتور مالكم. هي قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية تابع لقسم الحوادث والإصابات في مستشفى راشد. نغطي كل عمليات جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية من البتور والإصابات، التشوهات الخلقية في الإيد، الأورام، التهابات الأعصاب في الإيد، صح، وهذه الأشياء. ممتاز. دكتور في سؤال يقول هل عملية الكاربل تانل سيندروم نعم. تنجح دائما أو إن اليد لا ترجع كما كانت بعد العملية؟ بس اشرح لهم أول شيء للناس ما يعرفوا الكاربل تانل سيندروم. الكاربل تانل سيندروم باللغة العربية الفصحى هي متلازمة النفق الرسغي، هو عبارة عن ضغط يالس يصيب العصب صح. اللي يغذي الإحساس في الأصابع الأولى الإبهام والسبابة والوسطى. الناس يبدأون يحسون بآلام عند مفصل الرسخ، بعدين نوع من التنميل في الأصابع. المشكلة أن تكون نوع من الضغط جاي على العصب، والضغط يكون يا بسبب ورم موجود في هالمكان أو صحيح. التهابات الأوتار صحيح. إحنا نسوي إحنا عن طريق تخدير موضوع نشيل الضغط أو الرباط اللي قاعد فوق العصب بحيث أن نريح العصب بالضبط. وهالعمليات إذا صارت بطريقة سليمة نعم الألم يروح. الإحساس يعتمد على مثل مريض يعني، إذا إجى في الوقت السليم ومبكرا ممكن الإحساس يرجع طبيعي، لكن لو كان متأخر جدا بحيث أن العضلات صارت ضامرة
وظيفة العضلة في الأصابع والإحساس ممكن ما يرجع 100%. ممتاز. أهم شيء الإحساس دكتور. الإحساس وايد مهم. طيب دكتور نحن شاكرين لك يعني أول شيء فخورين جدا بالكوادر الطبية اللي موجودين عندنا في هيئة الصحة اللي مثلك وشرواك دكتور. يعني إنجازات تتوالى وأنتم كانت عندكم العديد من الإنجازات، هذه مش أول حالة نحن نتناولها معاكم في حتى في برنامجنا دكتور، لكن يعني من فترة لفترة نحب نسلط الضوء على مثل هذه الكوادر البشرية. نتمنى لكم التوفيق دكتور. وكلمة أخيرة قبل أن نختم تبغي توجهها لفريق العمل للجمهور شو ما كان؟ العناية أثناء العمل مهم جدا، والعناية يبدأ من الشخص نفسه. أعتقد الدولة توفر الإمكانيات كلها والمراقبة والتوعية، لكن العناية يبدأ من الشخص نفسه. الواحد لازم يدير باله أثناء العمل أنه أولا يأخذ كل أسباب الوقاية قبل ما يبدأ يمارس المهنة هذه. جميل، شكرا لك دكتور، ونتمنى لكم التوفيق. إذن مثل ما شفنا دكتور أن القسم هو جراحة اليد والتجميل والجراحات الميكروسكوبية، يعني كل هذا فريق كامل موجود لعلاج مثل هذه الحوادث. ومركز الحوادث بمستشفى راشد واحد من المراكز المتقدمة جدا على مستوى المنطقة، أنا ما نتكلم على مستوى دولة الإمارات فقط، ولكن الحمد لله هنالك العديد من الكوادر البشرية اللي تقوم بالكثير من المهام في إنقاذ حياة الناس. فهذه تحية نوجهها لجميع العاملين في مركز الحوادث مستشفى راشد، جميع العاملين في مركز وفي قسم جراحة اليد والتجميل والجراحات الميكروسكوبية، وتحية أيضا لكل العاملين في مستشفى راشد من أطباء، من ممرضين، من كادر طبي، من كادر إداري كذلك. فكل الشكر لهم ونتمنى لهم التوفيق. تبغى تقولين شيء ولا أختم؟ أنا والله حابة أشكر، أعطيكم أول شيء ألف عافية. الأطباء في المستشفيات يعني مثل ما دائما إحنا نقول يعطيهم العافية، دا مو شفتات إلا مناوبات، لما نحن كنا نايمين في بيوتنا ومطمنين في ناس تعمل خلف الستار تنقذ حياة الناس. ويعني مثل هالشخص اللي بترت إيده، لولا عناية الله سبحانه وتعالى وجود الكوادر الكفؤة هاي كان ممكن يكون إنسان يستوي من ذوي الهمة وذوي إعاقة ما يقدر يمارس عمله وما يرجع، يعني شاب العشرين هي، واليد يعني شيء أساسي. فألف يعطيكم ألف عافية وجزاكم الله خير عن الجميع. يعطيك ألف عافية دكتورة ندى الملة، كل الشكر لنجاة السويدي معانا في التنسيق، وشكرا لك أيمن سرحيل وعيسى سبيل، وعيسى سبيل كذلك. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.